مين السفارات اللي عم تتدخل بعمل الطلاق؟ مشكلة مش عم يتدخلوا معه، عم يتدخلوا مع الأعلى منه. مين يعني؟ مع الرئيس سهيل عبود؟ خلاص بتحذر. بشتغل حزورة؟ هيدا موضوع راح فيه الحد السياسي والاستغلال السياسي من لحظة وقوع الانفجار. كان يعلم. حدا ما بيعرف كيف التحضير السياسي صار له والاستغلال ومحاولة تحميل مسؤولية للناس. أنا ما شفت حدا عطانا صورة ساتيليت وحكي عن إذا في حادث مفتعل، عمل إرهابي، صاروخ، حريق مفتعل، أو في خطأ صار. أنا ما شفت في حدا وصلنا على بيست وقالنا هيدي النيترات ليه إجت على لبنان ومين جابها وكيف استعملت. عم بتقول انه رح يخلوا القرار الظني لبعد الانتخابات النيابية؟ مين مستفيد منه بالانتخابات؟ كل واحد عم بيتاجر وتاجر كفاية بموضوع المرفأ، مثل ما تاجروا قبل بكتير قضايا فيها دم، وبس جينا على ساعة الحقيقة خلص راحت التجارة. Come on.